انا كي اطير في وكري نغني درق دق 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 عايش فيه خير شكون احسن مني رق دق 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 انا كي اطير في وكري نغني طبلك طبر طق عايش فيه خير شكون احسن مني غني سهل اطيار فيني خالي بسم الله الرحمن الرحيم من يدخل؟ ايه من هنا واش وليت من ولاد بسم الله شكو الحيوط وتدخل برا الباب برا الباب برا ادخل من الباب اضرب النقوز اضرب النقوز ها ولدي اضرب النقوز اخي النقوز ناوي على صحابله من هو اللي جا توا زعما؟ بشفى يا بشفى ودخت من؟ ودختك انت خالي ما خالك انت؟ يجي من البسارة خالي حل شو مزيب وضي طو ودختي وين مشيت قلبت عليك الدنيا كل ارض لكنتك بلاعه هيك تخليني وحدي واش تحبني نعمل ولي دختي هربت من الحس والجوج والعياط ما عدش نجم وليت نهار كامل على الاعصاب خالي هيك اي باهي باهي ما يصير شيء عنك خالك هاي هالراحه هك باهي برا اقعد اقعد خل نسكر الباب هوي عليك وينك وين مشيت ها ولد اخت درت عليك الدنيا كل مشيت سهرت في السبيطارات مشيت للقاوي مشيت للمراكز الثقافية فص ملح وذيب توينك وينك يا ولد اختي؟ يا من بلاد من هنا؟ ها من هنا مغادي؟ هاك هاك هاي ثبت روحك تو منا ولا منا ولا مغادي؟ هاي يز يزي برك يزي يزي عاد الغنيغ نتاعك يز ريحتك كلها بو قرعون وقحوانة وتالمة وقرين زدي ظهر فيك شقيتها برور ومحور هاي راك راجل والراجل يتحمل ويصبر وخاصة إذا كنت ولد فقري كيف حالتنا؟ كيف عادي؟ فك عاد أي والهز دوزانك وبرا صغير إجاباتك ترجعك هنعم بحثوا أستنى أستنى نبصر معاك نبصر معاك تغششت في ساعة صاشني طلعت مغشاش لخالك أستنى أستنى تو نقلح انت غير ستر معناتها انت مش تقعد بحذاي هاي يز عاد يز يا راح عاد شرح لهم بيك دوره عاد في المحل لاي امشوا معي شوف استنى نحلوا الباب هاي سيدي هذا يبي يطلق عيال شوف بصحة ادخل ادخل هاي ادخل تبعني الراحة ادخل شوف شوف هاك النقيشة الهايلة وهاك الزليز العزيز وهاك الرخام الغالي اشبح اشبح الزقف هذاك كله زينته بالنجوم ما تشوفوش هكا ذاك في الليل يعطي صفة منظر اعمل دور اعمل اتفرهد اتفرهد شفت خالك وش يكسب ماله واش بشوي بشوي كسر لي الفياز عاد استنى نحطه من هنا اعمل دور اعمل زيد اعمل دور اي اروح اروح اخو حراحه ولد اختي مازال ما شفت شيء راه في عود هالليل وتباركني هز حوايجك وماشي بشوي خلي خلي فهمت ما تخافش فيها صواريدك تهان عليهم في حفظ ولا ما راح مازال ما عندك ما شفت باش نوريك البيوت الاخرين تو تشوف فرح جاي سيدي هاي هاي هذه بيت الصالة شوف امسح رجليك وادخل يا سيدي ماك تحب له ساعة هاو له ساعة شوف هذو من الفوتيات مغبرين شوي رحمك الله الله غالب الطفلة عندها ربع ايام ما جاتنيش اسمع قلت وش هي رايك في الصيف الجاي نبدل اللون نتاعها مازال بعدك ما شفت راح نمشي للفيران تيجي هنا
هاي كاسح شوي الدوه المزير جديد طلم البلار شفتك البيسين العزيزة وكالجازو قاعدة في الصيف غادي كينا وبريت يوشفش ونظرني نهز بالصوت واي 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 عملت غطسة في البيسين انا طلعت وهم قعدوا غير هالراح وذي بيطبان بصخوا لتيت استنى نقص استنى استنى عيشوشت بري عايش مني دختين الخزينة بتاع القناص جيب زوز مناسف واعمل غطسة وبرد الماء ما تعومش هكاك وربك تغرق عاد نمشي الكوزينة مش محضر ليك الفطور صحي كملت البانو بتاعك؟ هاي عاداني حضرت ليك الطاولة هاتفاضل شوفك الوماك الوشاوي هاي مني تحب تبدأ؟ تحب تبدأ بالصلاة؟ ولا تبدأ بالبريك؟ ولا تحب شوية جاري سخو؟ ها؟ أسن أسن وعليش ما تعملش ضربات طرطينة بالكافيار؟ ماشي طرطينة بالكافيار ما تعرفهاش؟ حدنا ما نعرفهاش أسن أسن نعطيك شوية كسكسي بالبنان خير ها هو هنا مازال سخون يفور شد ها أسن لا لا خلي هذيك هذيك خاطية حطي ديك هاو عندك القاروسة ذي الممدودة هاي لي صروا هاي أسن أسن ولا تحب شوية تريلي شوك التريلي هذيك حجر حجر صافي هذيك ها ما تحبش تحب تبدا بالديسير قبل ها كيفاش نبدو بالديسير قبل لا مش معقولة عجبتك القاروسة بنينة والله شهيتني ما عجبتكش باه ما خل نعطيك شوية ملوخية بالقرالب يا أسنى نحط ليك شوفك كل لحمة العزيز هاي ها مش دي مش كثر ليك روه هاي حط صحن قدامك رد بالك تدرع روحك ها هاي ولا استنى 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 هاني حضرت ليك الدجاجة محمرة ما زالت خارجة تفوق هاي شد وش وش تو ايه كسكروت شي حطيت ليك الماكنة دي كلهم ما زيتكش رجعت الكسكروت لا خروس لا تريد يا حصر لا شي زي زي هنا عليه زي 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 اسكروت اوهو قداش عندي عليه هنا ضي وش بيك تقلقت ماني قلت ليك ما تكونش ياسر حتى انت دخلت عليها طاف 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 يزرت بعض والطاولة فرغت هاي فز فز نعمل بيك دورة تهضم فز هاي اتقعد اتقعد هاي ورزونت بر امشي بشوي بشوي اعمل شوي حركة بشوي بر امشي بر كبر هاي ايش لك هاي كيف 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 امشي ما تخاف شكك مش تهضم انا وين بشوي بشوي ذي حدرة بشوي بشوي حدرة بشوي 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 ايش بدي الفس ايش بدي ايش بدي لا لا ايش بدي الفس بر هاي بر طول وضع شرمان هاي صاحي تكك امشي 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 يس يس فوق شتوه هاي طوب شجوه انا فرد براس باري لا بار عمديها هاي دورك دورك اتوه امشي من هنا امشي هكا كزر ازرب روح كزر باي عاي ضير ازرب 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 ماشي توزير درج عليه بار نعيب ونرجع معك هاي صغيرك وتعبت في حالي ومتركز علي انا تعبت وش لازك كيما تنجمش روحك هاي رقدت باش متفرج في المسلسل تلفزه تبع فيه من اللي بدا ها تو يخدم تو يخدم خليه يسخن برك راهو مسلسل هاي اللي نتبع فيه بالحلقه بالحلقه عمري ما فلت حلقه منه استنى تسخن شويه وتظهر التصوير ماله وش بك حكايه راهي طويله ياسر
ما هو الطفل اللي جابته منه في الحلقة الخامسة طلع مش ولد، خاطر وقت اللي راجل مرة ثانية تفيد هين تعاركوا بيه العمدة في الحلقة السابعة، عمل لك سي عبد الرزق وبي الطفلة في الحلقة الأولى افلس تعمل لك وتشد بعضها في الحلقة 18 هو نسيبه اللي بيعوا في اللوكندا. مش لازم عاد نحكي ليك واش صار في الحلقة العشرين، مو طفل مشى للخارج قراه وجاب برشا فلوس، ما أخذ الطفلة وعاملوا لها صيفة عريس يا خويالي، راه هو كالصغاري خضر نسيبه من فوق من الشباك وقال ليه الشباك اللي يجيك منه الهواء سد والسريح منه. واش بيك هو حتى لا يلاش كون نخرف مالك، انا وصلت بيك للحلقة 530 واش تعمل؟ هاي تمد حتى لا نحس في روحي طبط. هاي انت غود ونهزك للصلاح. لا خد ولا ما عملت شيء والله. شيذ وين بريت؟ شيذ يا عصبح بتاع الضو ما وخالص عاد لا ذو ما غلطين، هذه ما تكون كانت تعجارنا هكا فززتني من نوم قصيت علي الحلبة متاعي. خلنا نرقد دي يا خيال رشيدي هذه خطيتنا هذه التقديري، هيا عاد فك علي خلنا نرقد عادي. يا خالي تليفون مو خالص شيري كراه خيلة كاري يا خالي وشي مازالو شيري ترى لا هذه خطيتي ترى شيري لا هذه بتاع كنت ترى مازال ترى لا عاد هذه قلت لها مسكتو عاد هاي وكيلو مبطرت هاي واحدة تعدتك شوف شوني هذه تعدتك مرة مش وقت.